ايش طبخين اليوم؟ شفت فيها صلصه الحكايه اليوم ان شاء الله سباجيتي للامان، يعني اكل طيب وكل الناس الحمد لله وزان عليهم بشكره. يلا يا سيدي يعطيكم الف عافيه، يعطيكم الف عافيه شباب، يعطيكم الف عافيه. ايش طارق احلى شيف، خليك بارك فيك، الله يتقبل منا جميعا ان شاء الله. امين امين. Ha, ha, ha.